أهلا بيكم في ملخص للسكالانس. فيلمنا بيبتدي مع عامل اسمه جيلفر، عامل بسيط في قسم المراسلات والجوابات في جريدة كبيرة، وبيروح يقابل دان اللي لسه متعين جديد في الجريدة، وبياخده يوديه مكتبه ويعرفه على زمايله هناك، وبيطلعه لقسم المحررين، وبيطلب جيلفر من دان انه ما يتكلمش مع اي حد خالص، لحد لما بتوصل درس البنت اللي معجب بيها جيلفر واللي مسؤولة عن الكتابة عن الرحلات والسفر، وبياخد دان باله ان جيلفر معجب بدرس جدا لكنه ما بيقدرش يصرحها باعجابه، وبيركبوا الاسانسير وبيلاقوا ان درس ركبت معاهم، وبيخرج دان من الاسانسير علشان يفتح المجال لجيلفر انه يتكلم درس ويعزمها على العشاء زي ما كانوا متفقين، وبيفشل وما بيقدرش انه يتكلم معاها، وبيتعصب جدا من نفسه لانه ضيع فرصته من ايده، وبيروح له دان في المكتب بتاعه وبيديله ورقه وبيقول له انه اترقى وبقى مدير المراسلات، وبيستغرب جيلفر ان دان لسه متعين واترقى في نفس اليوم، وبيقول له دان انه اترقى لانه انسان طموح مش واحد شغال بقاله سنين كتيرة في الوظيفة ومحاولش انه يطور من نفسه زيه، وبيمشي جيلفر متأخر من مكتبه وبيشوف ان درس في مكتبها لسه، وبيفكر انه يروح يصرحها باعجابه لكنه بيألف اي موضوع، بيقول لها انه جاي علشان يشارك في تقييم بخصوص رحلة سياحية، وانه بيحب السفر جدا وسافر اماكن كتير، وانه من مواهبه الكتابة، فدرس بتطلب منه عينة من الحاجات اللي كتبها وساعتها ممكن يشتغلوا سوا، وبيروح جيلفر بيته وبيحاول انه يكتب لها اي حاجة تحت مسمى رحلات جيلفر، وبيقرر انه يسرق من المواقع والجرايد اي مقال عن السفر ويسلمه لدرس، وبتنبهر من طريق كتابته جدا وقدرته على الصياغة والسرد، وبتقوله ان هي عندها موضوع مثالي علشان يبدأ فيه وفي كتابته، وهو ان في واحد بيقولها انه عارف سر مثلث برمودا ويروح يقابله ويتحرك على مثلث برمودا ويكتشف الجزر المحيطة بيه، لكن علشان يعمل الرحلة دي لازم يكون عنده خبرة في البحار لان الرحلة هتاخد 3 اسابيع في البحر، وبيوافق ان هو يقوم بالرحلة دي، وبيسافر وبيقابل الراجل اللي بيقوله ان برمودا دي عبارة عن اشاعات بس ومش حقيقية، وبيسلمه المركب اللي هتبحر بيه 3 اسابيع، وبيبدأ جيلفر البحار وبيفضل ماشي في البحر لمدة طويلة لحد ما جهاز الملاحة بيفصل، وبيصحى على عاصفة قوية في البحر وبيدخل جوه اعصار مائي وبيتقلب بيه المركب، وبيصحى جيلفر وهو مربوط من ناس حجمها صغير جدا وبيقولوا عليه عدو ليهم وانهم اثاروه، وبيتخض جيلفر وبيقوم من التكتيفه بتاعته بمنتهى السهوله لحد لما القائد بتاعهم بيامرهم ان هم يحاولوا يوقعوه تاني ويشدوه بالحبل، وبيقع على ظهره ويغمى عليه تاني، وبيقوم هو متكتف داخل مملكه كبيره مليانه ناس صغيرين جدا، وبيروحوا يسلموه للملك ديوتر، وبيسالهم جيلفر عن مكانه وانه مش عارف اي حاجه ومش عارف هو جه هنا ازاي، وبيقولوا له انه في مملكه ليلبوت اكبر مملكه في العالم من وجهه نظرهم، وبيحبسوه بكهف وبيقابل هناك سجين معاه وبيعرفوا على نفسه، وبيعرف ان اسم السجين اللي معاه هو هويشو، وبيتعرفوا على بعض، وبيقول له هويشو انه مسجون علشان كان بيعاكس الاميره ماري خطيبه الجنرال ادوارد، وبيجي الجنرال وبيقول لجيلفر انه محكوم عليه بالاعمال الشاقه ومجبور على مساعدتهم باي شكل هم عاوزينه، وبيبدا الجنرال يشغل جيلفر في الاعمال المناسبه ليه، لكن في نفس الوقت بيحصل هجوم من مملكه بريفوشان اللي بيولعوا في مكان الملك وبيحاولوا يخطفوا الاميره، وبيسمع الجنرال جرس الخطر وبيأمر جيلفر انه يتحرك على قصر الاميره وبيحرره من الحديد اللي عليه، وبيقدر جيلفر انه ينقذ الاميره بكل سهوله، وبيسمع جرس الحريق وبيعرف ان الملك في خطر هو كمان، وبيكونوا محتاجين كمية مية كتير علشان يقدروا يطفوا الحريقة، وبطريقة ما قدر جيلفر انه يطفي النار وينقذ الملك، وبيتضايق الجنرال ادوارد من اللي حصل وانه مش هو البطل اللي انقذ الملك، فبتحتفل المملكة بجيلفر وبيعملوا حفلة كبيرة وبتسألوا الملكة عن جزيرته اللي جاي منها، وان في جزء من الشعب بيقولوا انه جاي من الجزيرة المحرمة اللي محدش بيقدر يروحها، وبيقول لهم انه جاي من مكان اسمه مانهاتن وحيمشي من عندهم بمجرد انه يلاقي المركب بتاعته، وبيقول له الملك انه هيساعده انه يلاقي المركب بتاعته وانه عنده افضل واسرع البنايين في العالم، وفي خلال 7 ايام بيكونوا قدروا يبنوا بيت كامل ليه ولبس جديد لجيلفر لحد لما يلاقوا مركبه، وكمان بيعملوا أوضة سينما ليه وللمملكة كلها علشان يتفرجوا على الأفلام، وبيشتغلهم جيلفر كالعادة وبيقول لهم إن كل الأفلام هي قصة حياته زي قصة ستار وورز وقصة تايتانيك، وبيقنعهم إنه مات في الآخر كمان وبيصدقوه، وأثناء ما جيلفر بيتمشى هو وهيريشو وبيجري جنبه علشان يلحقه بيقول له جيلفر انه اخد باله من نظرات الاميرة وانه شكله معجب بيها، وبيقول له انه هيساعده انه يعترف لها بحبه وبيخليه يروح للاميرة وهي في بلكونة قصرها، وبيكون جيلفر قاعد مستخبي ورا القصر وبيغششه يقول ايه
وبيفضل يعاكس هيروشي في الأميرة وبيرقص لها لحد لما بتحس ان في حركة في اوضتها، وبتقول لهيروشي انه لازم تدخل، وبيفرح هيروشي جدا انه قدر يعاكس الأميرة. وبيجي جيلفر خبر من الجنرال انهم لقوا المركب بتاعته، وبيروح بيلاقي المركب بتاعته مقسومة لثلاث اجزاء، وبيطلب من العساكر انهم يحاولوا يصلحوها، وبيلاقي الموبايل بتاعه وبيسمع البريد الصوتي بتاعه، وبيكون في رسالة من درس فيها انها عرفت ان كل كتاباته مسروقة، وبتقول له انها مش عايزة تشوفه تاني وانها هتعمل بحث مثلث برمودا بنفسها. وبيقرر الملك انه يعين جيلفر جنرال المملكة، وبيخلي ادوارد نائب الجنرال، وده اللي بيضايق ادوارد، وبيخليه يلغي الدفاعات الخاصة بالمملكة، وبيسمح لجيوش البابلي فوشان انهم يهجموا على المملكة، وبيقلع جيلفر هدومه، وبيقرر انه ينزل البحر يقضي عليهم، وبيروح هناك وبيتحاول انه يتفاوض معاهم لانه مش عايز يموت حد، وبيقول لهم انه هيتظاهر انه بيدمرهم فيلفوا ويهربوا، لكن بيلاقي القائد اصر ان السفن تلف حواليه، ويبداوا كلهم الهجوم عليه ويضربوه بالمدافع، لكن جسمه ما بيتاثرش بالمدافع، وبترتد كل القذائف من على جسمه وتخبط في السفن كلها، وبيكسب المعركه بكل سهوله، وبتحتفل بيه المملكه، وبيفضل جيلفر يستمتع بوقته وما يفكرش انه يدرب الجيش بتاعه. وفي نفس الوقت بيكون ادوارد بيقابل الاميره، وبتقول له انها مش بتحبه ومش عايزه تكمل معاه لان شخصيته زي الاطفال بالظبط، وبيخرج من المملكه وبيروح لمملكه بليه فيوشان، بيقول لهم انه عارف طريقه لتدمير جيلفر قبل ما يجي يدمرهم هو، وبيديهم الورقه اللي فيها رسمه الرجل الالي. واثناء ما بتكون الليلي بود بتحتفل، بيتم ضرب جرس الانذار 5 مرات، وبيكون ده معناه ان في خطر كبير على المملكه، لكن جيلفر بيستهزئ بالراجل الالي اللي قدامه لحد لما بيتحول لراجل الي كبير، وبيبدا انه يضرب جيلفر لحد لما بيخليه يستسلم ويعترف انه مجرد شخص عادي شغال في قسم المراسلات، وبيصدر ادوارد حكم ضده وانه هيبعته للجزيره المحرمه اللي محدش بيقدر يروحها. وبيروح جيلفر للجزيره وبيفضل يدور على اي حد فيها لحد لما بيلاقي بيت كبير ضخم جدا وحد بيحبسه في برطمان، وبيكون بليفلوشن احتلوا مملكه الليلي بود ورفعوا عليها الاعلام. وبيروح هيروشي على الشط بيلاقيهم قبضوا على عملاقه تانيه اللي هي درس حبيبة جيلفر، بيقرر هيروشي انه لازم يبلغ جيلفر، وبيفوق جيلفر بيلاقي نفسه انه في بيت لعبة بتكون في بنت بتلعب معاه على اساس انه عروسة لعبة وبتلعب بيه، لحد لما بيلاقي ان هيروشي قدر يجيله وبيقوله ان بليفلوشن احتلوا المملكة وان ادوارد ماسك عملاقة اسمها درس. وبيفتكر جيلفر كلام درس في الموبايل انها هتعمل البحث بنفسها، وبيقرر انه يساعدها تاني، وبيقدر يهرب من البيت العملاق عن طريق مظلة بيلاقيها عند عروسة من العرايس اللي جنبه، وبيروح ناحية الكهف اللي محبوس فيه درس، وبيدخل وبيحاول يهديها، وبتسأله ليه كل الناس بتناجيها بالأميرة، وبيكون الملك محبوس معاها، وبيقول لها علشان جيلفر بيحبك قلنا عليكي أميرته. وأخيرا بيعترف لها جيلفر بحبه اللي خباه 5 سنين، وإنه كان بيجي مكتبها علشان يشوفها بس حتى لو ما كانش فيه بريد معاها، وبيقول لها إنه لازم ينقذ المملكة قبل ما يسيبها لأنه بيحب شعبها جدا. وبتجمعوا مملكة الليلي بود ومملكة البلي فوشن، وبتبدأ معركة ما بينهم. بيكتشف جيلفر إن إدوارد زود الراجل الآلي بتحسنات ومنها الكهرباء، وبيقرر هيروشي إنه يحاول يدخل جوه الراجل الآلي، وبيتسحب من ورا إدوارد وبيقدر يخلع كابل من مولدات الكهرباء، وده اللي بيضعف إدوارد جدا وبيخلي جيلفر يقوم ويكمل ضرب في إدوارد لحد لما بينتصر عليه. وبيروح هيروشي علشان يعترف الأمير انه بيحبها، وبيسمح له الملك انه يرتبط بيها، وبيقدر جيلفر لاول مرة انه يصلح ما بين البلوفوشن، وبيركب جيلفر ودرس المركب بتاعتهم بعد ما بتتصلح، وبيودعهم هيروشي وهو بيعيط علشان مش هيشوف صديقه تاني. وبتتوجه المركبة ناحية الاعصار المائي، وبيرجعوا منهاتن بسلامة، وبتكون مقالة درس وجيلفر هي اشهر مقالة في الجريدة تحت اسم رحلات جيلفر، وده كانت نهاية فيلمنا. لو عجبك الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو لانه بيهمنا جدا، ولو حابب تشوف فيديوهات من دي تانية اشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات. اشوفكم في خير في فيديو جديد، مع السلامة.